طيب قبل ما نكمل كلامنا في هذا الامر، خلينا نروح لسياده السفير، سفير جمهوريه مصر العربيه في تونس، سياده طبعا. السفير ايهاب فهمي. يا سياده السفير، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بالمشاهدين في اهلا وسهلا. سياده السفير، اولا طمنا على بعثه النادي الاهلي وعلى كل الاجراءات الخاصه ببعثه النادي الاهلي في تونس. يعني زي ما اكيد حضرتك تابعت، الحمد لله الاجراءات تمت. ثلاثه انا كنت في استقبال بعثه الاهلي في البلاد، السيد محمد المحيي، وايضا كان في الوفد المهندس خالد مرتجي رئيس الصندوق، وطبعا من قبلي كان الكابتن سيد عبد الحفيظ. ويعني عايز اقول انه كان في الاستقبال في مسار كارتاج ايضا من الجانب التونسي الكاتب العام لنادي التونسي الترجي التونسي، وكان الاستقبال بالحفاوه بالورود، وتمت الاجراءات بالتنسيق طبعا مع الجانب التونسي الحرص على انها تتم في اسرع وقت ممكن. وخرج الفريق في اقل من 3 دقائق، ويعني كان هناك حرص واهتمام لافت من السلطات التونسيه على انهاء الاجراءات وقت قياسي، واداء مظاهر الحفاوه والاهتمام بتقديم كل الدعم وطبعا الاجراءات التامينيه المعتاده. يعني ده مش مستغرب على الاشقاء في تونس ومشاعرهم الطيبه تجاهنا. العلاقة الكبيرة ما بين الكبيرين الحقيقة، النادي الأهلي ونادي الترجي، أعتقد أن هي علاقة واضحة وعلاقة محترمة جدا لا يشوبها أي شائبة، وبالتالي الكبار لما بيجوا يستقبلوا الكبار فيجب أن يكون الاستقبال بهذا الشكل. وإن شاء الله بعثة نادي الترجي لما تيجي القاهرة أعتقد أنه هتلاقي استقبال أكثر من رائع في هذا الأمر. خليني أروح بقى مع حضرتك ل ما يحدث الآن من أو ما يحدث الآن في تونس بشكل عام فيما يخص الناحية الجماهيرية. الاتحاد الأفريقي خد قرار بعدم وجود جماهير في لهذه المباراة، هل في أي إجراءات جديدة بيتم اتخاذها خلال هذه الفترة قبل المباراة؟ خليني بس أقول لحضرتك إنه يعني أنا كنت كمان النهاردة حاضر، بما إن حضرتك عايز تتكلم على انا كنت حاضر المران الاول للنادي، اللعيبه معنوياتهم عاليه جدا، وان شاء طبعا الله يعني كلهم عزم مع تقديم كل طاقتهم ويحققوا باذن الله الفوز ويفرحوا قدام مصر كلها. اما فيما يتعلق بالفريق فده قرار يعني تم مؤخرا حضرتك عارف وكذا، و يعني هيبقى في احترام لهذا القرار. طبعا ومساله الحد العدد اللي موجود في المقصوره من المدينين ده امر يتم تناوله ما بين المدينين وبالتنسيق طبعا مع، لكن ده العكس على ان شاء الله على المباراه. وهناك يعني لو سالت لعيبه الاهلي وشافوا الحفاوه يتبادلوا فيها، وهم يعني دايما تربطهم علاقات وثيقه ما بين النادي الاهلي والنادي الترجي، مدينين عارفين زي ما حضرتك اتفضلت وقلت، وبالتالي يعني يكون احترام متبادل ما بينهم ولكل طرف مستعد للاخر، وان شاء الله تفيد الروح الرياضيه الطيبه ما بين النادين ونشوف مباراه تليق بمستوى النادين المنتخب. الحقيقة واحنا بالفعل زي ما حضرتك قلت احنا اتكلمنا مع كثير من لاعيبة النادي الاهلي اشادوا جدا بالاستقبال الرائع من حتى من الجماهير في الشارع، الجماهير العادية يعني حضرتك عارف، وهم بينتقلوا من الملعب للاوتيل. بالعكس الناس مبسوطة جدا، لاعيبة النادي الاهلي كلهم والمسؤولين مبسوطين جدا جدا باللي بيحصل في تونس، وطبعا دور السفارة المصرية واضح جدا جدا في تسهيل كل الإجراءات وتيسير كل الإجراءات الإدارية أو حتى الملاعب أو كل هذه الأمور الخاصة بالفريق، وده دايما الدور الحقيقي الكبير اللي دايما بنشوفه من كل السفارات المصرية ومن سفارة تونس تحديدا ومن حضرتك يا سيادة السفير. الله يخليك، ده واجب علينا، ويعني ان شاء الله نشوف مباراه متميزه. وزي ما حضرتك قلت، اولا الاستقبال ده هو ترجمه، هو العلاقات حقيقي
والقائمه بين 30 يطبقها على المستوى الشعبي والروابط طبعا. ما بين الشعبين. يعني الرياضه ورياضه الكوره في القدم وما تمثله من اهميه خاصه في البلدين، يعني تمثل رابط يعني اضافي لتعزيز الروابط المفروض ما بين الشعبين وما بين الناديين الكبيرين، وان شاء الله يعني نشوف مباراه جيده ان شاء الله. ونستمتع باذن الله. انا بشكرك جدا يا استاذ سفير على وجودك معانا، ودائما كل الحرص على تسهيل كل الاجراءات الخاصه ببعثه النادي الاهلي وبعثه او بعثات مصر كلها لما بتبقى موجوده في تونس. سياده السفير ايهاب فهمي بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا.